في وقت يفاوض فيه العراق تركمانستان لاستيراد 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لسد حاجة 6 محطات لإنتاج الكهرباء، ينتقد خبراء الطاقة الخطوة ويصفونها بغير الصائبة لكونها تنطوي على تحديات جمة أبرزها بعد المسافة الجغرافية، إذ يترتب عليها صعوبة مد خط للأنابيب وكلفة عالية، فضلا عن تحدي نقله بواسطة الشاحنات الحوضية. تركمانستان بعيدة ولازم ننشئ خط أنابيب، وهذا خط أنابيب يعني إذا يريد لفد أكثر من سنة سنتين يلا يكمل. زين إحنا ما يكفينا نستورد التناكر الحوضية اللي خاصة بنقل الغاز، ما يفيدنا هذا، يعني نحتاج كميات هائلة، فلازم خط أنابيب. فما أعرف يعني إلا العراق مضطر ولا هو الخيار الأصعب. وزارة النفط كانت قد بررت توقيع مذكرة تفاهم مع تركمانستان لاستيراد الغاز بتأمين احتياج البلاد إلى مدة زمنية محددة إلى حين إكمال مراحل الاستثمار في الحقول الغازية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. الطاقات كلها منصبة إلى أنه نستثمر كل الحقول الغازية اللي هي أسميها دراي غاز، وأيضا في الوقت الغاز المصاحب اللي هو ممكن يتم حرقه بالفليرات، ولكن في نفس الوقت إحنا لازم في هاي مرحلة انتقالية، في المرحلة الانتقالية نحتاج أنه نستورد الغاز لمدة معينة إلى أن إحنا نقول نوقف على أقدامنا في هذا الجانب، لأن جانب الغاز إرادة عمل. وفي مقابل خيار الاستيراد، تعمل الحكومة على وقف حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030 لاستخدامه في تزويد محطات الكهرباء وطي صفحة الاستيراد. الحكومة جادة في سبيل القضاء على ما يعادل خلينا نقول 50 إلى 80% من كمية الغاز المستورد، وإن شاء الله حسب الخطة الموضوعة وجدول التايم سكيدجول خلوه للمشاريع أنه في حلول عام 2030 يتم الانتهاء من عملية استيراد الغاز. وعلى الأرض يحرق العراق سنويا قرابة 18 مليار قدم مكعب من الغاز المصاحب لعمليات استخراج البترول، فيما يستورد من إيران الغاز لتوليد الكهرباء في المحطات الغازية. العراق وقع مؤخرا على حزمة عقود لاستثمار احتياطاته الكبيرة من الغاز، وبإنجاز هذه المشاريع لن يحتاج مستقبلا إلى الاستيراد. سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة.